بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون من اللبان الذكر. هنعمل 3 وصفات هيكون ليها فعل السحر على البشرة. هتكون غنية جدا بالكولاجين الطبيعي اللي بيعمل على شد وتبييض وترطيب البشرة، وهتكون علاج فعال للتجاعيد وللترهلات، وهتقضي على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية وعلى حب الشباب والحبوب والبثور. الوصفات دي بتكون من أروع ما يكون. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. أنا هحتاج للبان التكر أو اللبان المر أو الكنتر، واللبان ده بنجيبه من عند العطار وده بيكون شكله. اللبان الذكر كنز من الفوائد، وكمان فوائده عظيمة جدا للبشرة، فهو يعتبر كولاجين طبيعي بيحافظ على نضارة وحيوية بشرتك، كمان بيعمل على تجديد الخلايا فيحافظ على الشباب الدائم للبشرة، كمان هو مضاد للشيخوخة لأنه بيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وغني جدا بالكورتيزون فهيغنيكي عن شراء الكريمات اللي بيكون فيها كورتيزون لأنه هو كورتيزون طبيعي فهيكون مطهر للجروح. ومن أهم مميزات اللبان الذكر كمان إن هو بيعمل على شد البشرة جدا وبيفتحها، كمان بيقضي تماما على حب الشباب وأثاره على البشرة، وكمان هو بيعتبر مضاد للعدوى. أي وصفة طبيعية هتستخدمي فيها اللبان الذكر هتكون سر الشباب الدايم، وهتكون من أفضل الوصفات اللي ممكن تستخدميها لبشرتك لأن اللبان الذكر ده بيكون غني جدا بالفوائد. لعمل الوصفة بقى أنا هحتاج لمعلقة كبيرة من اللبان. أول خطوة هعملها بقى دلوقتي إن أنا أغسل معلقة اللبان دي عشان أتأكد من نظافتها. أنا غسلت بقى كده معلقة اللبان، وهحتاج لمعلقة اللبان دي نص كوباية من المية الدافية. دي مية دافية مش مغلية، لازم ما تكونش مغلية عشان ما تضيعش فوائد اللبان. هجيب بقى كده كوباية وهبتدي أضيف فيها معلقة اللبان. بسم الله. بعد كده بقى هضيف على معلقه اللبان نص كوبايه الميه الدافيه، هقلب بقى دلوقتي معلقه اللبان كده في الميه الدافيه. شايفين بقى لون الميه ابتدى يتغير ازاي للون الابيض، وهي دي بقى اهم حاجه بتميز اللبان الذكر الاصلي، لما لون الميه بيتغير للون الابيض بالشكل ده بكده بيكون اللبان ده اصلي. هغطي بقى دلوقتي الكوبايه دي وهسيب اللبان منقوع كده في الميه في الكوبايه لمده ليله كامله. اثناء مده الليله دي اللبان هينزل كل فوائده في الميه وهتاخد كل خواص اللبان الذكر. هغطي بقى عليها دلوقتي واسيبها لمده ليله كامله، وبعد كده نشوف شكلها. ده بيكون بقى شكل اللبان بعد ما سبته لمده ليله كامله. شايفين لونه بقى ابيض ازاي زي الحليب. نشوف بقى شكله. شايفين بقى شكله. بعد بقى ما جهزت منقوع اللبان، انا عايزه بقى دلوقتي استفيد حتى بباقي اللبان اللي موجوده دلوقتي في الميه، فانا هاخد بقى الميه باللبان واحطهم في الخلاط واخلطهم كويس جدا قبل ما اصفيها، وبكده اكون استفدت كويس جدا بكل كميه اللبان. انا ضفت بقى كده اللبان مع الميه بتاعته وهخلطه بقى كويس جدا. انا خلطت بقى اللبان مع الميه. شايفين بقى شكلها بقى لونه ابيض اكتر بقى زي الحليب، وبالتالي هيكون غني اكتر بالفوائد. باستخدام بقى مصفى سلك تكون ضيقه هبتدي بقى اصفي اللبان. بسم الله. عايزه اوريكم بقى ان تقريبا مفيش اي بواقي من اللبان، وبكده هنكون اخدنا كل فوائده. بعد بقى ما صفيت اللبان كده بيكون المكون الرئيسي عندي خلاص جاهز. هبتدي بقى دلوقتي في عمل الوصفات. لعمل تونر اللبان انا هجيب بقى علبه سبراي بالشكل ده، انا غسلتها كويس جدا ونشفتها، وهبتدي بقى اضيف فيها جزء من خليط اللبان اللي انا صفيته. وده بيكون بقى شكل تونر اللبان بعد ما ضفته في العلبة. بحتفظ بقى بالتونر ده في التلاجة، بيفضل صالح للاستخدام لمدة أسبوع واحد بس، فيفضل إن أنا أعمل كمية صغيرة تكفيني لمدة أسبوع وبعد كده أجددها، ده بيكون أفضل. تقدري بقى إنك ترشي من تونر اللبان ده على البشرة في أي وقت خلال اليوم. التونر ده بتكون نتائجه هايلة في شد وترطيب وتفتيح البشرة، كمان بيقضي نهائيا على الحبوب وعلى البثور وعلى حب الشباب، يعني أي منطقة في الوجه يكون موجود بيها حبوب أو حب الشباب بترشي بقى من تونر اللبان عليها بيقضي عليها نهائيا، لأن اللبان الذكر ده من الحاجات الفعالة في القضاء نهائيا على الحبوب. أنا هحتاج لربع كوباية من منقوع اللبان، وهجيب بقى كده طبق وهبتدي بضيف فيه ربع كوباية منقوع اللبان. هضيف بقى عليها نص معلقة صغيرة من نشا الذرة، ونشا الذرة من الحاجات اللي بتفتح البشرة جدا وبتعمل على شد البشرة وغلق المسام. هضيف بقى دلوقتي نص معلقة النشا، مش اكتر من كده.
وهبتدي بقى اخلطها في الاول على البارد لغايه ما تدوب تماما المكونات دي مع بعض. بخلطها بقى بالشكل ده. وهرفعها بقى في حمام ميه سخنه على النار لغايه ما قوامها يتقل يبقى زي الكريم. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما رفعتها من حمام الميه السخنه. شايفين بقى قوامها ناعم وكريم ازاي، ما فيهاش اي كتل، وهو ده المطلوب. لازم تكون ناعمه بالشكل ده عشان تكون سهله الامتصاص على البشره. اول مكون بقى هضيفه على الكريم دلوقتي هتكون نص معلقه صغيره كده من جل الصبار. المكون بقى التاني اللي هضيفه هتكون نص معلقه صغيره برضو من زيت اللوز الحلو، وتقدر برضو تستخدمي زيت جوز الهند. هخلط بقى دلوقتي المكونات دي مع بعض لغاية ما تندمج كويس جدا وتبقى خليط متجانس. وده بيكون بقى الشكل النهائي للكريم بعد ما خلطت كل المكونات مع بعض. شايفين بقى نتيجته، الكريم نتيجته خيالية، قوامه كريمي وناعم وكمان ريحته حلوة جدا. وبكده بيكون جاهز للاستخدام. هجيب بقى دلوقتي علبة نظيفة انا غسلتها كويس جدا ونشفتها وهبتدي بضيف فيها الكريم. وده بيكون بقى الشكل النهائي للكريم بعد ما ضفته في العلبة. بقفل بقى عليه العلبة واحتفظ بيه في التلاجة، بيكون صالح للاستخدام في التلاجة لمدة 10 ايام. فيفضل ان انا اعمل كمية صغيرة تكفي لمدة 10 ايام وبعد كده اجددها، ده بيكون افضل عشان احافظ على صلاحيته وفعالية المكونات. نيجي بقى لطريقة استخدام الكريم. الكريم ده لازم استخدمه على بشرة تكون نظيفة. انا لازم اغسل بشرتي في الاول كويس جدا وانشفها وبعد كده استخدم بقى عليها الكريم. باخد بقى من كريم اللبان وبفرده على كامل الوجه وعلى الرقبة وعلى الايدين، وتقدري كمان تستخدميه على اي منطقة في الجسم يكون فيها تجاعيد او ترهلات. بتدلكيه بقى باطراف اصابع ايديكي بحركات خفيفة جدا لغاية ما بتتشربوا البشرة تماما. بعد كده بقى بتسيبيه على البشرة لمدة نص ساعة بس، وبعدين بتغسليه في الاول بالمية الدافية وبعد كده بالمية الباردة، وبعد كده بقى بترطبي البشرة باي كريم مرطب او ممكن ترشيها بماء الورد. هتداومي بقى على استخدام الكريم ده من 3 لـ4 مرات في الأسبوع، هتكون كافية جدا. ولو حابة برضو انك تستخدميه بشكل يومي هيكون عادي جدا، بس أهم حاجة ان انت متسيبوش أكتر من نص ساعة بس على البشرة وبعد كده بتغسليه. أنا هحتاج لربع كوباية من منقوع اللبان، وهجيب بقى كده طبق وابتدي بقى أضيف فيه ربع كوباية منقوع اللبان. هضيف بقى عليها نص معلقه صغيره من نشا الذره، ونشا الذره من الحاجات اللي بتفتح البشره جدا وبتعمل على شد البشره وغلق المسام. هضيف بقى دلوقتي نص معلقه النشا مش اكتر من كده، وهبتدي بقى اخلطها في الاول على البارد لغايه ما تدوب تماما المكونات دي مع بعض. بخلطها بقى بالشكل ده. وهرفعها بقى في حمام ميه سخنه على النار لغايه ما قوامها يتقل يبقى زي الكريم. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما رفعتها من حمام المية السخنة. شايفين بقى قوامها ناعم وكريم ازاي، ما فيهاش اي كتل، وهو ده المطلوب. لازم تكون ناعمة بالشكل ده عشان تكون سهلة الامتصاص على البشرة. انا هحتاج للكريم المرطب، وانا هنا هستخدم كريم نيفيا سوفت. وطبعا لو مش متوفر عندك النوع ده تقدري تستخدمي اي نوع كريم مرطب يكون متوفر عندك، بس يفضل ان هو يكون كريم خفيف ويكون سهل الامتصاص على البشرة. لعمل الوصفة بقى انا هحتاج لمقدار معلقة من الكريم المرطب. هجيب بقى كده طبق وهبتدي بإضافة معلقة من الكريم المرطب. يبقى أنا كده عندي كريم اللبان ومعلقة من الكريم المرطب. هبتدي بقى دلوقتي أضيف كريم اللبان على معلقة الكريم المرطب، وكمية كريم اللبان دي بتعادل معلقتين من الكريم. أنا ضفت بقى كده كريم اللبان على الكريم المرطب وهبتدي بقى أخلطهم كويس مع بعض لغاية ما المكونات دي تندمج وتدوب تماما مع بعض. خلطت بقى كل المكونات مع بعض لغايه ما اندمجت بالشكل ده وبقى قوامها كريمي. لازم تخلطيها لغايه ما توصل للقوام الكريمي الناعم ده، وبكده خلاص الكريم بيكون جاهز. هجيب بقى دلوقتي علبه نظيفه انا غسلتها كويس جدا ونشفتها وهضيف بقى فيها الكريم. ده بيكون بقى الشكل النهائي للكريم بعد ما ضفته في العلبه. بقفل بقى عليه العلبه واحتفظ بيه عندي خارج التلاجة، بيكون صالح للاستخدام خارج التلاجة لغايه ما بتخلص الكميه كلها، وده بسبب اضافه الكريم المرطب فبيكون مادة حافظه للكريم. نيجي بقى لطريقة استخدام الكريم. الكريم ده لازم استخدمه على بشرة تكون نظيفة. انا لازم اغسل بشرتي في الاول كويس جدا وانشفها وبعد كده بستخدم بقى عليها الكريم.
باخد بقى من كريم اللبان وبفرده على كامل الوجه والرقبة والإيدين، وتقدري تستخدميه على أي منطقة في الجسم يكون فيها تجاعيد أو ترهلات. بتدلكيه بقى بحركات خفيفة جدا بأطراف أصابع إيديكي لغاية ما بشرتك بتتشربه تماما. الكريم ده بيكون ناعم جدا، فبيكون سهل إن بشرتك تتشربه وما بيكونش له أي أثر على البشرة. أفضل وقت بقى لاستخدام الكريم ده هيكون بالليل قبل النوم، لأن هو بيعتبر كريم ليلي هايل للبشرة. هتسيبيه بقى على بشرتك من بالليل لغاية الصبح. الكريم ده بفضل إضافة الكريم المرطب بيكون ناعم جدا، فمش بيضايق خالص أثناء فترة النوم. وبكده نكون عملنا من اللبان الذكر 3 وصفات، لو داومت على استخدامها هيكون ليها فعل السحر على البشرة. بتكون نتائجها هايلة في شد وترطيب وتبييض البشرة، وبتكون علاج فعال للتجاعيد وللترهلات، وهتحافظ على الشباب الدائم لبشرتك. تقدري بقى انك تختاري الوصفة اللي تناسبك من الوصفات دي، او ممكن كل فترة تستخدمي وصفة من الوصفات دي لانها بتكون مفيدة جدا لبشرتك. الوصفات دي بتكون غنية جدا بالكولاجين الطبيعي اللي بيعمل على تجديد الخلايا، فيحافظ على الشباب الدائم لبشرتك. كمان بتكون فعالة جدا في القضاء على الحبوب وعلى حب الشباب وعلى البثور، وأثرها الموجود على البشرة لأنها بتكون مطهرة للبشرة. كمان هي بتقضي على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية، وبتكون مناسبة جدا لجميع أنواع البشرة. الوصفات دي بتعتبر وصفات الشباب الدايم والنضارة والترطيب الهائل لبشرتك. وأتمنى طبعا إن تكون وصفتي النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.